الدكتورة عايشة بالخير، مستشارة البحوث في الأرشيف الوطني، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله ونشكركم على هالاستضافة الكريمة. يحتفل العالم باليوم العالمي للتراث السمعي والبصري. نود أن نعرف منك، ما هو التعريف لهذا اليوم العالمي، وما أهمية حفظ الوثائق السمعية والبصرية من منظورك، وكيف ترين كل هذه الجهود المبذولة بصدد حفظ هذا التراث؟ طبعاً حفظت كل هذه الأوعية السمعية والبصرية ذاكرة أوطان وحضارات شعوب وثقافات مجتمعات، وهي كلها مهمة جداً. دار كثير جمعت كثير من هذه المواد في القرنين 21 القرن 20، ولا سيما طبعاً القرن 20 الحين مع الرقمنة ومع التقنيات الحديثة. هذا طبعاً مهم جداً. التسجيلات السمعية والبصرية تحمل كثير من الأرث الإنساني المشترك. اليوم نحن نقدر نسمع الفنون اليابانية ونقدر نسمع فنون من شتى بقاع العالم. هذا يعزز حرية تداول الأفكار بين الشعوب ويسمح بأنهم تكون بينهم أعمال مشتركة. الهدف طبعاً الحين من هذا اليوم أن الناس توعى لأهمية هذه الأوعية وتبتدي بمنعها من التلف والحفاظ عليها، واللي عنده مثلا في بيته روح أرشيفه الخاص ممكن حافظنه بطريقة غير لائقة بالشيء هذا، ويمكن عنده أهمية شخصية ونفسية، ولكن هو إرث يعتبر اليوم إرث يتبع مجتمع ويتبع هوية وطنية ويتبع قطاع كبير جدا. فنحن نبغي نرفع شوي زيادة الوعي بهذا، عشان لازم نحمي هذه الأوعية من التلف ونحافظ عليها بحيث أنها تبقى للأجيال القادمة بإذن الله وتستخدم الاستخدام الصح. طبعاً لابد من أن المكان مثل الأرشيف الوطني مؤسسة وطنية قائمة على حفظ هذه الأوعية، طبعاً توفرها للجمهور وتوفرها لمتخذ القرار وتوفرها لكل الباحثين اللي يسعون للعلم ولتشارك المعرفة من كل بقاع العالم في المستقبل. مثل ما الإمارات استوت عاصمة العالم وجواز سفرها رقم واحد، ثقافة الإمارات تسافر عبر هذه الأوعية وعبر السمعي والبصري. الناس اللي ما تقدر تيجي الإمارات تقدر تشوفنا الحين، تقدر تتفاعل مع ثقافتنا، تقدر تسوي أدب مقارنة، تقدر تفهم ثقافة الإمارات هذه وتراثها وإرثها، ويتصور الواحد كيف شكل دولة الإمارات من هذه الصور، من هذه الوثائق، من كل ما تم تدوينه سواء من الرحالة أو حتى الطبخ والتراث والإرث والألعاب الشعبية وكل مناحي الحياة سواء كانت شخصية أو على نطاق أوسع اللي هو المجتمع. فهاي الأوعية مهمة جدا، وهذه السمعية والبصرية فيها طرب وفيها علم وفيها معرفة وفيها ثقافة وحضارة وفيها سياسة واقتصاد واجتماع وعد، ولا بنقدر نحصي هذه أهمية هذا الشيء. فأرجو أن نحافظ على هذا الإرث، وهذا اليوم خصصت اليونسكو ويوم مهم جدا أن كل حد يدور شو عنده ويحافظ عليه ويحاول أن يدونه ويشارك بالأرشيف الوطني. الدكتورة عايشة بالخير، مستشار البحوث في الأرشيف الوطني، شكرا لمشاركتنا بهذه الإفادة في اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري. نشكركم جزيل الشكر، وإن شاء الله كل حد يحافظ على إرثه، هو جزء من الهوية الوطنية ومن خدمة هذا الوطن الغالي. شكرا لكم. شكرا دكتورة. الله يبارك فيك. الأستاذ عبد الله محمد البستكي، أخصائي نظم أرشفة إلكترونية في الأرشيف الوطني، مرحبا بك معنا. يا أهلا وسهلا فيك ياسر، مشكورين على استضافتكم اليوم، فتفضل. في اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري، يحتفل العالم بهذه الوثائق بحفظها وجميع الجهود المبذولة في هذا الإطار. نحن حابين نعرف منك،
شو هي الأساليب التقنية المتبعة في حفظ الوثائق؟ نبغي نعرف من منظور تقني ومهني أكثر كيف تتم عملية حفظ هذا النوع من الوثائق؟ طيب، الوثائق السمعية والبصرية تأتي بأنواع مختلفة، فالأنواع المختلفة هذه تصنع نوع من المتاهة عند العاملين في الأرشيفات أو حتى الأشخاص الفردي على مستوى فردي يعني في البيت. فطبعاً أنا راح أتكلم بشكل بسيط بحيث أن الكل يستفيد من هذه المقابلة. الأرشيفات السمعية والبصرية عادةً اللي متوفرة الآن في هذه الزمن، وخصيصاً تخص بلادنا نحن دولة الإمارات العربية المتحدة، نحن لحقنا على جيل يعني جيل جديد من هذه المواد السمعية والبصرية، بدأت من البيتا ماكس يمكن اللي هي أشرطة مغناطيسية، تمام؟ وبعد ذلك انتقلت، بس أكثر الأوقات يعني كانت أشرطة مغناطيسية. هذا هو الانتشار الكبير اللي صار عندنا في الدولة على المستوى الفردي. طبعا الجميل في هذا انزين بيتا ماكس، ديجي بيتا، بيتا اس بي، دي في كام، كل هذه الاشياء، هذه كلها اشياء جديده، بوليستر ماجنتيك بيست، هذه الاشرطه المغناطيسيه، تمام، هذه الاشرطه المغناطيسيه حديثه بوليستر بيست. البوليستر وانت بكرامه شفت دبد المسافي، لو تفر انت في الشمس يعيش، لكن طبعا اذا انت تريد يعيش بشكل سليم بدون ما يخترب بدون ما ينقص، طبعا تحطه في غرفه بارده بعيده عن الشمس، اوكي، مكيف شغال، بيعيش 100 سنه الى 500 سنه، حتى في بعض الاحيان الى 1000 عام. لكن شو هي مشكلتها؟ مشكلتها الاساسيه التشغيل. الان انقرضت هذه الاشرطه السمعيه والبصريه للاسف الشديد، ف ان يعيش تعيش الماده هذه تعيش عشرات السنين يعني، لكن تشغيلها وتحويلها إلى مادة رقمية. طبعاً تحويل المادة رقمية أفضل وسيلة لأن نلحق أن نحول هذه المادة، نستخدم الجهاز الأصلي للشريط. إذا كان بيتا ماكس، بيتا ماكس بلاير، إذا كان ديجي بيتا، ديجي بيتا بلاير، إذا كان دي في كام، دي في كام بلاير، نشغل نحول المادة إلى مادة رقمية. إنزين، نحتفظ بالأصل، ولا بد نحتفظ الأصل ونحتفظ بالجهاز بعد، ونسوي له صيانة قدر الإمكان. طبعا نحول المادة رقمية ونحافظ على المادة رقمية، وكل كم سنة، 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين، نقوم نسوي مايجريشن للماء، وطبعا نسوي باك اب للمادة كذلك، حفظ النسخة طبعا هي طبعا. وكذلك المشكلة لما تحول المادة إلى مادة رقمية في إشكالية أخرى، الإشكالية الأخرى أنك أنت ما تقدر تعتمد أيضا على هذه المادة. الحين USB فلاش، كم مرة اخترب علينا USB فلاش؟ وايد يخترب USB دايماً. انزين؟ هي فلازم يكون عندك باكاب احتياطي، تمام؟ USB، هارد درايف، وغير SSD، لأن القرص هذا فيه قطع كثيرة يعني، وأي ضربة مغناطيس، ضربة شعوات، أي شيء يأثر فيه، فمواد حساسة جداً. ولذلك نحن في علم الأرشيفة ما نقدر نعتمد اعتماد كلي على المواد الرقمية أو التي تم رقمنتها، دائما نحاول قدر الإمكان أن نحافظ على الأصول، وكذلك نحاول قدر الإمكان أن نعرف الجهاز هذه شو مكوناته، الجهاز اللي يشغل هذه الأشرطة مكوناته، على أساس أن نحن في أي وقت من الأوقات لا قدر الله، لا سمح الله، شريط LTO اخترب مثلا، اللي هو الباك اب للباك اب، يعني لو اخترب لا قدر الله نقدر نرجع نشغل الماده الاصليه. ففي علم الارشيف ولا بد ان الواحد يعرف شو هي الماده ايدنتيفيكيشن، شو هي الماده هذا. مو مثلا شريط انا ديجي بيتا اشغله في جهاز بيتا اس بي، ولا بد ان الواحد يعرف الماده. بالنسبه للمواد الفلميه زين، اللي هي حساسه، ما اقدر اقول حساسه اكثر، ولكن يعني بالنسبه لي انا اجمل. ليش؟ لان فيلم، اولا الفيلم زين، كثير ناس عندهم نظره غلط، يقولوا الفيلم زين يعيش والشريط ما يعيش. مثلا الفيلم نوعين، اللي متوفر عندنا في الدوله يعني، اللي انتشر عندنا في الدوله نوعين، نوع القالب اسيتات
ونوع بوليستر. انزين، ما في شيء اسمه حقبة زمنية، والله لا، لين 70 أو 72 أو 77 كان أسيتات وبعدين يا بوليستر، لا. عادي اليوم مثلا واحد كان عنده شو اسمه، كان عنده نيجاتيف مثلا وعنده رول وكان أسيتيت بيس، صار صور فيه وطلع أسيتيت، ما يغض النظر. كيف تقدر تميز بين الأسيتيت، فيلم الأسيتيت أو النيجاتيف الأسيتيت، حتى لو كان بوزيتيف يعني صورة إيجابية الألوان صحيحة مش صورة أبيض وأسود أو يعني معكوسة، لا. كيف تقدر تميز بين الاثنين، بين أسيتيت وبوليستر؟ بشكل بسيط جدا. البوليستر سلمك الله، إنزين، لو إذا تلف أنت في رول وتحطه في ال في ال في الضوء بينعكس داخل، بتشوفه بكل وضوح. الأسيتيت يكون أسود، تمام؟ فإذا كان فيلم قالب مسكر الضوء يمر منه، معناته شو؟ معناته هو بوليستر. إذا ضوء ما يمر منه وهو مسكر يعني متراكم ما يمر منه، أسيتيت. والطريقة الأفضل طبعاً والأسهل، يمسك الشريط يكون مكتوب فوق سيفتي فيلم. إذا فوق الشريط يشوف الصور مثلاً مكتوب فوق سيفتي فيلم، معناته أسيتيت. ليش سموه سيفتي؟ ليش؟ لأن قبل أفلام الأسيتيت كانت أفلام النيترات اللي كانت تحترق، مشهورة أنها تحترق. فللأسف الشديد أفلام النيترات حساسة جداً، الحمد لله نحن ما لحقنا عليها قبل سنة، يعني 1920s تقريباً، يمكن بداية الخمسين خلاص بدأت تنقرض. نحن طبعاً بعد طفرة البترول هي الفترة اللي نحن يأتنا الأفلام أصلاً. وحاولت قدر الإمكان أن ألخص الكلام اللي عندي، وأتمنى أن الجمهور استفاد، وأتمنى الجميع التوفيق. أستاذ عبد الله محمد البستكي، أنا أود أن أشكرك نيابة عن دائرة الثقافة والسياحة، وأقول لك يعني إن شاء الله تعيشون دائماً العديد من هذه الأيام المميزة اللي تحتفي بتخصصاتكم في حفظ الوثائق بكافة أنواعها. أستاذ عبد الله محمد البستكي، أخصائي نظم أرشفة إلكترونية في الأرشيف الوطني، أود أن أشكرك بتواجدك معنا وحياك الله. الله يحييك، مشكور يا سعد على الاستضافة، الله يحفظك. مرحبا. الأستاذة فاطمة التميمي، المتخصصة في حفظ وترميم المخطوطات والكتب النادرة في دائرة الثقافة والسياحة، نرحب بك معنا في هذا البرنامج الذي يحتفي باليوم العالمي للتراث السمعي والبصري. أود أن أسألك في هذا اليوم المهم من يوم الوثائق بشكل عام، وأيضا بشكل خاص الوثائق السمعية والبصرية، كان لك رحلة أكاديمية تعلمت فيها الكثير في ميدان عملك، بلا أدنى شك كانت هناك مظلة أكبر تعلمت فيها أشياء عديدة متعلقة بحفظ وترميم الوثائق، وللوثائق أهمية مدعومة بالدراسة عندك. خبرينا أكثر عن الدراسة وأيضا رحلة العمل مع الوثائق والمخطوطات والكتب النادرة. أولا نشكرك أخو ياسر على الاستضافة، وبداية أنا بديت في هذا المجال عام 2011، كانت رحلة الحمد لله موفقة بدعم من دائرة الثقافة والسياحة، وكملتها نهائيا في دراسة الماجستير. بدينا المجال أخوي ياسر كصدفة الصراحة، يعني ما كانت وشكي كان مدروس عندنا، عندي أنا بالذات. أول ما دخلت الدائرة كنت في خدمة الزوار، وكان الترميم والحفظ كان تو فاتح عندنا في الدائرة. فيوم فتحوا هذا المجال، أنا من نوعي أحب الاستطلاع وأحب أكتشف وأحب أعرف شو اللي صاير، فدخلت القسم عندهم وقلت لهم أريد أتدرب، أبغى أعرف شو في هذا الكونزرفيشن. بديت أقرأ عن الكونزرفيشن وفي نفس الوقت أتدرب أن شو هذا، شو اللي ياسين نسويه بالضبط. يوم دخلت هذا العالم ياسر بحر، أن في مجالات مختلفة، في رؤية مختلفة، خلاني أشوف أصلاً حتى الأشياء بمنظور آخر. ف
فالصراحة وجدت شغفي وجدت حبي وين أقدر أنا أني أسقل خبرتي فيها. فالحمد لله الله وفقني ودخلت معاهم القسم وتدربت في قسم دائرة الثقافة والسياحة. أولاً بدأ أو كان أصلاً أول تخصص أنا دخلت فيه كان الحفاظ على الصورة الفوتوغرافية. كنا أنا وأخوي عبد الله بستكي الحين في الأرشيف الوطني من أوائل المواطنين اللي شاركوا في هذا الكورس. الكورس كان مبادرة من المؤسسة العربية للحفاظ على الصورة على الصورة الفوتوغرافية كان بين تركيا وأبوظبي. فهني يوم كملت الدراسة صبيت كل اهتمامي أن شو أفضل الطرق المستخدمة للحفاظ على المقتنيات في بيئتنا نحن في بيئة الإمارات، لأن بيئتنا نحن بيئة مختلفة. أغلب الدراسات اللي صارت وهو التخصص أصلاً تخصص جديد بدأ في التسعينات هالقرن، فكانت كل الدراسات على على البيئة العالمية على البيئة الأوروبية في أمريكا، يعني أكثر الدراسات كانت هناك. وأنهم بدأوا في هذا الطريق. هي بدأوا في هذا الطريق، وخاصة أصلاً هو بدأ لأن مع بداية الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية هني انتشر التخصص. وبعد كثير من الوفيات في فترة الحرب أتوقع اختي فاطمة تعرضت بسبب جراء هذه الحروب للتلف للضياع، فكان ضروري أن تطلع تخصصات علمية تواكب حفظ هذا الموروث. صحيح صحيح، وخاصة أنهم بعد درسوا في هذه الفترة ياسر، لأنهم حتى طريقة التخزين لأنهم ما كانوا يعرفونها من قبل كيف طريقة التخزين الصحيحة، فبعدين هم اكتشفوا أنه الرطوبة تأثر، الحرارة تأثر، اليوفي لايت يأثر، أشعة الشمس تأثر، هذا كلها اكتشفوها لأن أخطاء صارت قبل. فاطمة نعرف أن الحديث ذو شجن، حديث طويل وفيه الكثير من التفاصيل. شكرا لتواجدك معنا في هذه الرسالة اللي نوجه فيها يعني إضاءة على جميع الإنجاز اللي أنجزه الإنسان وأيضا المؤسسات في صالح حفظ الوثائق بشكل عام وأيضا الوثائق السمعية والبصرية. شكرا لك. شكرا أخوي ياسر، ونتمنى أن نتكلم في يوم ثاني بتشعب إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك فاطمة. حفظت الرحمن. السيد سعيد السويدي صاحب مبادرة الموروث، مبادرة شخصية معنية بتوثيق التراث الشفاهي. شو بتخبرنا اليوم عن هذه المبادرة وأهميتها في حفظ الوثائق السمعية والبصرية في الوقت اللي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للتراث السمعي والبصري؟ يا مرحبا يا ياسر، الله يسلمك. مبادرة الموروث ترجع إلى عام 2005، العام اللي بديت فيه أقابل وأبدأ بتوثيق التراث الشفهي، لكن ما طلعت على طبعا البرامج اللي هي على الانترنت انستغرام وتويتر إلا من 2012. الله يسلمك. طبعاً التاريخ الشفهي تاريخ مهم جداً أن الواحد يحافظ عليه. طبعاً كل التاريخ الذي وثق في وثائق اليوم الباحثين يعتمدون عليها جميعها كانت تاريخ شفهي في هذاك الزمان. عندك مثلاً على سبيل المثال يوسف الشريف وغيره من طبعاً أوائل من وثقوا التاريخ الشفهي عندنا في الإمارات، اليوم طبعاً مخطوطاتهم يعتد بها، نعتمد نحن فيها كباحثين عليها. عندك سامي والهنل اللي كان المقيم السياسي عندنا في النصف الأول من القرن التاسع عشر، طبعا مثل ما تقول استجوب بعض كبار السن من أهالي أبوظبي وكتب تقرير عن القبائل وعن طبيعة الحياة في أبوظبي. اليوم هذا التاريخ الشفهي يعتد وثيقة الباحث يعني يرجع لها، فتوثيق التاريخ الشفهي ضروري جدا. نحن اليوم طبعاً تقدر تقول في وقت ضروري أن الواحد يوثق فيه، لأن الناس اللي عاصروا فترة قبل طبعاً ظهور النفط الله يحفظهم والله يمد في عمارهم في تناقص يومي، إذا ما كان مثلاً أسبوعي أو شهري أو سنوي الله يطول عمارهم.
وهذا التاريخ أنت كل يوم ينقص عندك. هذه الناس اللي يعني عندهم تاريخ يضمونه في صدورهم في وفي أذهانهم يحتاج أنك أنت تجلس وتكتب عنهم التاريخ، سواء كان تاريخ اجتماعي، تاريخ سياسي، تراثي، أنت محتاج أنك أنت تدون عندهم، لأن هذا مستقبلاً بيفيد كل باحث إماراتي في كتابة الدراسات والأبحاث. في البداية ياسر كنت طبعاً أكتب وما أستخدم التسجيل، وهذا أكبر خطأ ممكن أن يقوم به الباحث. ضروري جداً أن يسجل، لأنه ما بيلحق يكتب كل شيء، ولا بيخلي مثلاً الشايب أو الحرمة الكبيرة أنها تعيد القصيد 4 أو 5 مرات حق يكتبها كلها. فضروري جداً أن يسجل ويفرغ ويرجع يراجع المعلومات مع كبير السن اللي قابله. ضروري جداً يراجع تسجيلها، لأنه احتمال ما يعني يقدر أن يلاقيه أو أنه يكون في ظرف يكون نعم بينه وبين عادة حتى بعض الكلمات مثلاً في القصيد يمكن ما يسمعها عادل في التسجيل، فيعيد مراجعتها مع كبير السن هذا. وعندك أنت ريكورد اللي هو الريكوردرز، في أنواع كثيرة الواحد يقدر يستخدمها حق تسجل الصوت بوضوح. إذن بالشغف وحب سعيد ومنهم مثله في حفظ التراث وتدوينه بكافة الوسائل المتاحة في اليوم العالمي للاحتفال بالتراث السمعي والبصري، سعيد سويدي صاحب مبادرة الموروث، أنا جدا سعيد أنك كنت ويانا اليوم في هذه الاحتفالية، في هذا اللقاء اللي نتمنى إن شاء الله يستفيد كل من يتابعه حول طبيعة شغلك وتجربتك. مشكور يا طويل العمر، وأنا أسعد يا ياسر، ومشكورين على هذه الفرصة. شكرا يا سعيد.